أكد المهندس محمد الخزاعي رئيس مجلس أمانة العاصمة في تصريح أدلى به إلى مركز الأخبار أن مشروع المرصد الحضري الذي تعمل عليه أمانة العاصمة سيكون بمثابة بنك للمعلومات تستفيد منه كل الجهات المعنية بتنمية البنية التحتية للعاصمة، حيث سينقل العمل البلدي إلى مرحلة متطورة على مختلف الصعد. المرصد الحضري احنا نعتبر هذا من المشاريع المهمة اللي راح تنقل العمل البلدي ايضا الى مرحلة متطورة. المرصد الحضري هو نوع اللي احنا نسميه بنك المعلومات الى كل الخدمات الموجودة في العاصمة. المرصد الحضري هو الطرق العلمية الحديثة التي تستخدم لقياس المؤشرات الى كل عمل موجود، إن كان في الخدمات البلديات أو حتى في التعليم وما شابه ذلك. لذلك احنا على امل الموافقه، بعدين راح تشكل لجنه، وهذه اللجنه توضع مع شركاء العمل من كل الوزارات، وراح يكون فيها وضع سياسة المرصد الحضري على حسب متطلبات وسياسة الدولة. احنا راح نحط نوع المعلومات يستفيد منها ايضا المراصد الوطنية، وهي تغدي الى المؤشرات الى الدولة اللي تقدمها الى المؤشرات العالمية. لذلك هذا من اهم المشاريع اللي قاعدين نحاول نعمل عليها. راح تشكل اللجنة، توضع هيكل وظيفي لها أيضا علشان كيفية العمل وتدريب، لأن احنا ننظر لها أن هذا راح يكون هو يخدم الجميع. يعني مثلا أنا أتكلم ليش عن المرصد، لما احنا نطرح أي مشروع إن كانت في الطرق مثلا زيادة حجم الطرق أو ما شابه ذلك، لابد الرجوع إلى المعلومات الإحصائية، كم عدد السكان، عدد السكن الموجود، عرض الشارع، الخدمات الموجودة، هاي لابد الرجوع لها عشان نقارن هل هي بحاجة إلى تطوير أم لا. أيضا حتى المراكز الصحية، هل هذه فيها اكتفاء إلى المنطقة أم لا، لابد في رجوع إلى المعلومات. لذلك هذا المرصد الحضري بيكون من أهم المشاريع اللي قاعدين نشتغل عليها.